تمتم ومن طعنهم مالك، طفل انت مالك مشكلتك شي، انت ياك مالك حاسب شي. ها؟ انت الفاقعك وما اقطش واربك شنو؟ انا الفاقع تعرفه؟ شنو؟ صل ما نعرفه؟ انا عندي كركب فقرة. سمعتي؟ لا بداري من عدلهم. ايوه. اصحابي ماشي عند المسيون. ولذي؟ لا بداري مش نفضى؟ ايوه. اصحابي ماشي معايا ما شاء الله كلهم ما شاء الله مش احسن وعدل حالته. ايوه. وانا مثل ما كل شيء ممكن. ايوه ولذيك هذا قد لي فقعك اصلا. انا لا بداري من تلفون. سمعتي؟ لا بداري من دي اصابله. ايوه. وانا من بيطير يكون توما. واحنا هنا ندرسنا ليش قاع من عند الراس كون ذاك انت غير ما قد لي فقعك. معناني اصابله لا بداري منها. ايوه. تلفون هي تلفون غراباش ودي اصابله غراباش. تلفون 300 تلفون هون زين هون زين. ايوه. شاي من اصحابي شارين. ايوه. انا كانوا شارين، انا شاري شاري اصحابي. 300 ايوه. وتو اصابله 61 دورنا هنتين اصابلتين. ابدا هاي وربك هاي من الفضاء وربك قد لي لاكم الفو. ما اعرف شني. انا غوار اصحابي ما لهم اعطينهم. انت مالك تعرف ظروف ابوك وتعرف عنه افقار من شنو ما يعرف شنو وتعرف عنهم السله ويسال في الدين. سله مره اخرى؟ قرض كايس بالشو دور شي معين ويقد يشري؟ البنك لا يسلف يسلم مره اخرى؟ البنك لا يجي البنك لا يجي يسلم له هو يجي يسلم له كيف ته؟ يسلم له؟ يا قاري على قاش ما يقول ما يدور لي قضيه ويعود ينفقع انت تشيباني وتطرم وتبقى شواربك؟ يعني تقول لي انا اجي لك الله شنو؟ شوف ام حسن افتح شوف ام حسن افتح هذاك هو؟ هو جاي جاي يقول لي قلت له سمعت ايوه بعدين سيد يقول لي اولك بعد شيء قريب بعد ذاك التركي ما في احد ما يجي له يوم قاط شارب ويدور تليفون خليك بتليفون ب 300 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يفتح لنا وعلى جميع المؤمنين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله الحمد لله ياكم ترحمين فتبارك الله الحمد لله ما شاء الله ايوه طاري تبارك الله ما شاء الله ما جانا حد الا هذا طويل العمر منفقع اليوم وما اقطع شواربه طويل العمر منهم الا اطفل اتيتي ايه والله نقول لك الخير خلي عنك تتمي كل وقت جايب لنا اخبار عتاب هذا ما هو مهم انت ما سمعت القال اليوم اليوم ما متقاط وما تشارب وشوفون وكان تاكي وقال لنا انه دور تليفون ب 300 الف الله يجيني وجالك انا قاع ماني شاك كان تليفونات في يوم 300 الف. ما خالقين نوع من التليفونات قاع ما هو خالق وقالوا يدور صامبلتين ولكن قالوا ليش نقول لك الخير يا بابا كلهم ب 60 الف اللي هي 220 120 الف ان اصحابه شراوا ذا ولا لا بد له منه. يقصر عمر اصحابه يقصر عمره هو. ارسول ما هو انا انا شادين اخبار وقاعد كان النوع ما عندي له شيء تو ماني لك الصم اللي لا تقوله يعني عاد هو ما هم عن ولا يعدلوا شيء اللي احنا اللي خلينا ويخلين هو اللي يعدلوا شيء يكونوا احنا مولي الله يدفعك اصحابه كاملين وانشرى لهم معدل مو مساكين من لا يشيلوا شيء ولا ينفقع اللي علينا احنا من قطشوار ولا علينا احد صحيح اي والله وانا بعد ماني على البنك فت السلفت من عنده لا اذا عاد الشهر جايلين وفوت خليك شيء دور عدلوا ذاك اللي دور كامل ان شاء الله الشهر الشهر بعد ما في شيء ظهر اللي عنه به اللي فات السلف البنك فات السلف من عند الفضاء ذاك الشهر شهره هو يدور وراك الشهر الثاني اللي يموت قاع ما يدون الحيول يموت هو اللي يدور وراك واصحابه ذاتهم شاو محلقين وذا الشيء كامل يقول ان انت مالي واك ذوك الشهر لو خا راس قصه ما خالك السلف تعرف عنه فات قبل فات جاك لا احد يحاول له الصفه اللي لا يقد يرضيه بها وتقعد عنه اللي ما قط الشارب وتطري ما انا قاع ما قد نشوفه ما قط شوارب ومطر وتيتن قد قاع نقعد ولا نعرف نوقف على لا ينعدل لا حول ولا قوه الا بالله ولا خرص اللي يمشي بين اللحفه واليد ذاك اللي ما هو ضار بك وذاك اللي لا يرضيه هو ضار بيه هو خالي انا التقط البعر ولا عندي شيء تعرفي عني عندي خليص يجيني ولهم صير علي قاع اسم شنو ولا فتح لنا وعليك فتح العارفين بالله احنا شلا نعدلوا اللي قرق في الماء عام والله قرق والله شن قال المثل ذاك اللي مثلا بعد ذاك وتو هو ذا هكذا والله رشمك لا حول ولا قوة الا بالله ايوه شنو هاي الصور؟ والله ما بجهه الانجليزي ماني عالم بجهه الانجليزي لا خلاص وتوه لا تقول انه ماني عارف شيء ذاك الاسلام تعدل انت عدل وخلاص واخبر انت فيه وذاك انا عرفت تعرف انه انت عدل يجبر شيء عند الجي والله يدس ما نعرف الا شيء حدوته والله ما نعرف انا دا كيفك والله ما نعرف غير ما نقد هو يكون لا هي نمشي شورا 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 الجي اذا اجبرته سابق وقت القدر
لنرجع لكم بالعجلة إلى ما أجبرت وحكموني بعد قضايا. أيوة التيسير التيسير إن شاء الله أنا لك المؤمنين والله ما تحتاج. والله يا ويلو يا الراجل كون إياك ما نصرقوا أعلى بابها يا ويلو عاد مارق فيه ما تلم فاهم الله يعدل. يقولك انت مالك اللي هامك شنو؟ انا ما هامني شيء، انا عندي ياسر من المشاكل. نقول لك الخير، عندي سلف قبضته من البنك، وفي الحقيقه يا الشهر ما تنقد نعدل سلف اخر. وثانيا المراه محل قالي الطفل قاعد في الدار، قالوا لابد له من تلفون 290,000 يا وانا ما عندي لها وسيله. والمراه قالت اني ما اطرح كراعي في الدار، ما وفرتك جبتك تلفون والله ما نعرف اللي يخلق. وداخل مشكلة أنا من نفسي ما عند ما نعرف شلون نعد إلا ما نعرف شلون نعد. هاي قطعنا مشكلة ولا ضرك مربوط راسي. أيوة الحل ضرك شنو؟ إلا خلاص لي لعت اللي عالم اللي بحل والله شي قد حد يسوي منه مشكلته وجالسك بالأحسن عد الهالي. قلت لك عارف عني ما قدر أوصل الدار. قلت لك يا غريب المعلوم ماني زاحت عنك شيء. الدين ما في فايدة قاع، الوسيله اللي يجبر بيها ما هي ممكن. انا ما يعنيني في اي وسيله، انا لك الدين سلسل رقبه فرض علي منه، انا ما قد اشيل الدار ما شفت. انا ايش لاهي نقول لك عالمي بشي بعد ما هو مونك وخلاص قد زاحف بيك. واذا عدت اللي لا بد لك منه، لا حول ولا قوه الا بالله. لا بد لي منه ولا لا بد لي منه، لا بد لي من تتعدل لي الغايه اسوء شكل شنو لا بد لي منه. انت ما يعنيك؟ ما يعنيني. ايوه يعرف بعد قد دامه ما يحفي. ياك حق هو هاي وهاي نعدل هذا كتب وهاي. ما موعد ورحمة والله ما مرحبا الشيخ وخير. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا الشيخ. ياك لباس. السلام عليكم. ياك بخير. ياك مترحمين. شماسي يا هادي استرقا يا مرحبا. ما شاء الله الحمد لله تبارك الله كل شيء بخير الحمد لله. الحمد لله فتبارك الله نعم مولانا ما شاء الله الحمد لله الله يرحمه الحمد لله يا مرحبا. تفضل. هذا الخير يا ابوي باس. انا اخوي هذا جاري مرتصف ومطروح حاله ويد علي عنده قايه فارض لي من يعدله ما عنده لود. وقلت له لما في بين البحرين في قرون موريتاني الاربعه يرقع القايات ما هو ابوي باس ولا اخوي ولا يجيبك له. قلت هو قاع ما يرقعهم مو بزلزل وذني غير بعد يرقعهم على حال مو مكمل ضرب. شوف يا حمر بيبات راي وشوف يا بيبات حمر شوف ما شاء الله شماسين ياك مترحمين. بتقول انا صلى عندي شويه مشيكله لابد لي من حد يرقع لي غايتها. عندي مضطر لنجبر 400,000 وضروري لابد لي منها. وتوف اقترح علي اخوي هذا جزاه الله خيرا عن نقيسكم انتم. وتوف اللي هو انا مع بديت مهمتي. اولا مرحبا وسهلا. وقايتك للعمومه ما حاصرها ما انت. تولى يتحدد مثلا قايتك وتحدد ذاك الدور. جزاك الله خيرا. لان في شوي عندنا سيقه للعمل واي حد جانا نوظفها. أنا والله اللي نزول الرصفة عنا الوبيش يقال نزولها بطريقة شنهي؟ أنت الدور كم؟ أنا الدور 400,000 الدور 400 400 نعطيها ب600 وآخر شيء اللي يموت 600 ما يمتينا 600 يمتينا 600 هاي هي معاملتنا وياهي تكتب وثيقة على راسك اعلن فلان بيبات كل اخوية لقد استلمت منه 600 اوقية 600,000 اوقية. هذه الوثيقة لا تبقى عندي انا ولا يتخرص لي مولي الرواية انا تعود عندي رهن قيمة اللي له نعطيه. والله اشبه منه مثلا ذاك باطل هذا ينفوت تجيب لي فلسي يعطيك لين عدل لك وثيقة ولا عينك قاع في الرهن ولا عينك. وثيقة ما هي كل شيء وثيقه هذا وفلان هذا ما هذا لابد ان يعود فهم شيء راهن لي فلسي انا فلسي ما قد نعطيها بالطريقه ولا شيء. المهم هي طريقه معاملتنا لازم تجيب شيء
قدر المبلغ اللي نعطيه. رانا قصي ما استقدرت انت في ذاك الفتره اللي يلا تدفع فيها ذاك المبلغ يبقى شي فهم نقول احنا التاكسي زياده تعود نعطيك هيك الوثيقه الاولى وتعدل وثيقه اخرى 600 تقريبا لا يدير له 600 اللي هو 1,200,000 ويتم هذا ماشي في حالتك استقدرت لي وجبتولي نعمه في حالتك ما جبتولي تم ماشي فهم ملي سقف يكري عنده مبلغك انت نعود نخرصه اللي اعطيتني اللي مرهون بدلو يعني الضمان للضمان اللي عندي نقارنوا بين اللي نسال فيك ونقارنوا بين هذه الحاجه اللي موجوده من درا كان باقي لك شيء من درا كان باقي فيك شيء اذا عاد باقي لك شيء لا ردوه لك عاد باقي في عاد باقي انا ما نملك ما هي الدوله اللي ساكن فيها سكن فيها اللي شاشر ما نملك ما هي هذا هو اللي نراه مثل قاعد أكبر الضمان هو اللي ضمان لا العقاب ولا الديار ولا الترابات اللي في القرون ولا على الشوارع 18 ولا الشوارع 120 هذا هو اللي ندور وهو هو اللي نقدر احنا هو اللي زين عندنا هو اللي مداهل لا لكن قال نعطوه قضية الدار أنا نملك دار واحدة هي اللي فيها العيال ولان قد ولاد قد تواقطها يا حركوا قاع عن الدار اللي تم ولاها في البيوت يغرق على التكافيك وثيقه معدلها انا ما عندك مشكله هذا ولي على ما من نظر فيه ان بيبات ولا خويه انا شريت وقايات كاتبها انت بقدم كافه ركبتك هذا ابويا ايش فيه لي انا من ضامن اللي فوقتي انا ما هو الدار هذا هو طبيعه عملنا انا لاهي نرهن الداده وتكتب لي عليها يا غير الطمين وتجيب لي انا انت تواقطها وتجيب لي تواقطها تامه انا كنت تكتب لي الوثيقه وندمها معاها وفي حالتك جيت لك الشهر وجبت لي فوق تنعطيك في ابوك واقف دارك ما ندورها في حالتك ما جيت لا تم تقصى اليك تقصى اليك الين يلتحق بلدك انكري همه الين خيارك الداله هذا الراجل انا قلت لك انه يرجع القايم ممكن قبل ما يقطعها ما يرجعها بسهوله منين الصا وتلحق حدود فوقك من فم قوم الدار ويا اذا بقى لك شنو اعطيه لك واذا ما بقى لك شيء ورك شوف انت في ذاك هذا قابله انا قد نعطيه ما هو بتواقط الدار هي في قرن والله دار 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 قريب بينها مع القرن الا واحد وتو هاي قا هو اللي يضمن وهو اللي شوف انت وشوف انت في هذا الحركه وان شاء الله ربنا يسهل اذا انت تبقيه بسم الله الراشد يعطي الدابل ما يعطي ما هو في زز الاذن قاعد عدت لك انت قا ايوه توفى مباركوها مباركوها على بركه الدار بتواقط الدار وتواقطها تامي وهذا خلاص هذاك الشيء الروسي الخلاص والبتانه هذاك كامل وتوه يجيب قلموس له وتوه ودك ايوه طقت حاسه قاعد اول مهم عقدك ترياس من هنا يتحرك متوهج يا سابق من يلحق عود والله الله ايوه شكرا جزيلا شكرا جزيلا ما تتحركين في طرف ان شاء الله ان شاء الله فهمت عقدك تك هي الله كاتب رقم هذاك نعم السلام عليكم وعليكم السلام وياك لباس ما شاء الله وياكم ترحمي شطاري قاع تمام اسم ياسين سيد المدير تبارك الله شطاري قاع الاني عامل الجليل الحمد لله يا مرحبا ما شاء الله بارك الله فيكم كل خير الحمد لله يا مرحبا الحمد لله تفضل انا لا ثم رغم انكم مديري لا زاد مولي خو ندحق لكم شي من الاخبار وقعت فيه حقيقه وحكما على اني ما كنت يلا نعدلو واجبر الضايقه مالية مانع الله لا اثرها فيك نعم وفرضت علي عننا نسلف من عند تحدقيات واعطاهم لي بالزياده وعدلت عليهم وثيقه ورهنت الدار دار اللي ساكنين رهنتها له وكل ما مات الشهر فرض علي في حاله اني ما اجبرت الفضاء فرض علي نجي نعدل وثيقه من جديد ونلقيك الوثيقه الاولى بالزياده وصعب علي هذا وجاي وتوه ندور حالا نسوي بهذه المشكله ولا تيت ان شاء الله لهن ندخل هذا النوع من العمليات ما تيت ندخله شوف انت
دائما يطول عمرك. عرفناك وعرفتك في الدار والله المؤسسة لأنك دائما تجي تعاملك الذي هي طريقته ودائما تجي مرصوف ولاحق لك الملفوء ملقد لك واللي تقد تعاون به دائما لا تعاون به واللي قد يسهل لك من الطريق يا غير رقاش ما يا الله يطبب راسه على انه يعدل شيء ما لحقته طاقته حد الا يمشي مع ذاك اللي متاح له وذاك اللي قد يمشي به حاله هذا هون العمال ولا من الخلق معانا هون ما فيها رقاش ما هو متمونك ويخلص ولا فيه دين ويتصرف الا على طاقته هذا حق اي ابوي اللي تعدل الا لا ينصحك لوجه الله بما انك انا قريبك وتشتغل معايا اللي تعدل يقد يعود الى الحياه الاخر ويقد يعود قاع ما هو جايز هذا حق ومكلفك المخاطر وعاقب هذا طاقتك ما هي لاحقه هذا به اللي عندك بيت واحد ساكن فيه ارهنته لا يتم ينزاد عليك هاو الوثائق الى ان يعقب ينقبض منك وانا والله اللي نعرف انك ما انك وحدك انك هذا تشوفه عند الناس وكثير قاع في الشكل من التعامل يا غالب بعد انا من نفسي يعلمهم ولا انا بما اني اعطيتك واعطيتك وعاونتك وقبلت ان بري وسلفت لك اليوم هذا ما طاقت على اني قدت لي عن الحال معك اي سلفه من سلفك قال لي مولانا على انك ان الحقت الحزه اللي هي اللي تلاقي امامك مشي انك بعد قاعد تتعهد اولا على نفسك على النقد اللي واحد فيه على انه خطير جدا وعلى انه ما عندك له شيء اسوء هو شنو وعلى انه قد يضرك في اخرتك وديريتك قاعده هو اللي لحق لك لقد لك في التلقيد هي الرصفه اللي دائما تجيني مرصوف ما هي مرتك الاولى ولا هي الثانيه انا اللي قد نعاونك فيه يا اخوي المعلوم الا اني لمات الشهر وريت شوي إن قد نعطيك شيء تتحاذى معاه تديره لبنتك ماني لا نكذب عليك ولا إن قد من نفسي نعدل لك شيء ما فتعدلته لك ولا تلفس مؤسسة استطاعتها أنها قد تم تعدل لك دائما وأنا شخصيا عندي هذا اللي نجبر نقول نعطيك منه شوية عاونك ولا لا نتوادع أنا وأنت مو وأنت كفضل لا هذا هو اللي تقول لي لا هو لا عندي لك ما عندي لك شيء ثاني واتق الله في نفسك وودعتك في الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله